أهلا وسهلا فيكم. أنا وصلني الآيفون 4S اليوم من بريطانيا، طلبته من صديق زميل لي وبعث لي إياه عن طريق دي اتش ال. هذا التلفون اللي موجود على اليسار هو الآيفون 4S وهذا هو الآيفون 4. كشكل عام ما يختلفون عن بعضهم، ما أدري إذا السماكة شوي تختلف، لكن في اختلاف بسيط هني موجود على الجهة هذه. تلاحظ معاي المفاتيح هذه، مفتاح الصوت شوية متحرك، وكذلك المفتاحين هذيلا كأنما شوية متحركين عن بعضهم، شيء بسيط جدا. من الخلف تشوف ان الأجهزة نفس الشيء ما تختلف عن بعضها، ومن الأجناب نفس الشيء ايضا، ما في اختلافات بين الاثنين. من فوق نفس الشيء، وايضا من تحت نفس الشيء، فالاختلاف مو موجود كشكل، ما في اختلاف بين الاثنين. طبعا في اختلاف ان هذا الايفون 4S المفروض يكون اسرع من الايفون 4، لان الشيب اللي موجوده فيه اسرع، وايضا السرعه مالت الجرافيكس على الايفون 4S اسرع من الجرافيكس اللي موجوده. هذا سرعته كسي بي يو اسرع مرتين من هذا، وسبع مرات، هذا حسب اعلان ابل، وبالجرافيكس سبع مرات اعلى من سرعه الايفون 4. ايضا المفروض الانتنا او الهوائيات اللي موجوده على الايفون 4 فيها نوع من التحكم. اعتقد هني يمكن لاحظت في اختلاف ان الهوائي اللي موجود هني منفصل، شايف هذا الفصل اللي هني، هذه مو موجودة على الايفون 4. واعتقد الفكرة منها، انا اذكر سمعت في الكينوت سبيتش مالت الابل، ان هذه يعني فائدتها ان المفروض يعمل نوع من تحسين الاشارة، بحيث ان يعني يستقبل الاشارة بشكل افضل، خصوصا اعتقد حق ال 3G. فاذا كاختلاف ما في اختلافات كبيرة بالشكل. فاذا مثلا انت عندك ايفون 4S ما تستطيع انك يعني اذا انت فرحان فيه تبي توري حق احد تقول شو الفرق، ما راح تشوف فيه فرق كشكل. الحين انا بشغل الشيء اللي كان يعني يهمني، لما طبعا الحين بوريك شغلة، لما تشغل الجهازين مع بعض او الجهازين بشكل عام، تلاحظ انه على اليمين هني الشاشة شوية فيها لون أزرق، يعني خلينا نروح على السيتنج مثلا، تلاحظ هني شوي أزرق، هني شوية نوعا ما فاتح. ما أدري شنو السبب، هل هو يعني هذا شيء متعمد من الأبل أن تخلي اللون هني نوعا ما أغمج من هني، هني أفتح عندي كأنه أريح للعين، مع أن الإضاءة فيهم اثنينهم نفس الشيء. اوكي، على السريع كذي ابي اشوف البراوزر، ابي اشغل البراوزر اشوف اي هو الاسرع كبراوزين، والحين اثنينهم شابكين على الواي فاي. بعدين راح اطفي الواي فاي واشغل البراوزر من غير الواي فاي اقارن السرعه. الغريب اني انا جربت هذا الشيء قبل لا اسوي هالتصوير، لقيت ان الايفون 4 كان اسرع من الايفون 4S، وشيء هذا شيء غريب جدا. خلونا نجرب مع بعض. الحين انا بشغلهم اثنينهم، انا ماسح الهيستوري وماسح الكوكيز وماسح الداتا اللي موجوده عليه، فلذلك راح اروح على مجموعه صفحات. مثلا ابي اروح على صفحه جيزمودو في نفس الوقت، هذا 4S وهذا عفوا هذا 4 وهذا 4S. لاحظ لاحظ ان الفور شوي اسرع. اوكي، قد تقول انه يعني السرعة بسبب ان انا ما ضغط في نفس الوقت. خلينا نجرب مرة ثانية، موقع ثاني، انجاجت، اوبس غلط، ستوب، خلينا نروح مكان ثاني. نروح بي بي سي عربيك، اوكي، هني الايفون 4S شوية اسرع شوية، بس انا جربتها كذا مرة، فعلا اكتشفت ان السرعة على الايفون 4 كأنه بدت لي كأنه اسرع. اوكي، هذا الحين بي بي سي نيوز الانجليزية، لاحظ ان الايفون 4 اسرع لسبب
او لاخر ما ادري شوي اسرع، وهذا اللي حصل في التجارب السابقة كلها اللي جربتها، ان الايفون 4 اسرع ما ادري ليش. فاذا السرعة بالنسبة للبراوزنج قاعد الاحظ ان الايفون 4 اسرع من الايفون 4 اس، انا ما ادري شنو السبب، لكن الحين هذا على الواي فاي. خلونا الحين نجرب على ال 3G. اوكي الحين انا حاطة ذي الاثنين على ال 3G وراح نشوف اي واحد فيهم اسرع. اوكي شغل البراوزرز، مسحت الهيستوري مرة ثانية. اوكي تلاحظ في نوعا ما سرعة شوي اكثر للايفون 4 اس بشكل عام، لكن ما تلاحظ هالسرعة، الفرق هذا الكبير الحين راح يشغل على 3G. المفروض الانتنة لل 3G على الايفون 4 اس اسرع. اوكي نلاحظ ان في فرق هني بسيط في الايفون 4 اس، مو فرق كبير لكن فرق بسيط. اوكي نجرب واحد ثاني، نجرب ال انجاجت. هم ضغطت انا شوية ماكو كأني حملت نفس الصفحة. نجرب بي بي سي نيوز، يمكن ايدي على الايفون 4 اس شوي اسرع، بس ملاحظ ان في نوع من السرعة شوية في الايفون 4 اس. هذا البراوزنج عن طريق ال 3 جي which is nice، يعني من هالناحية هاللاج هذا الخفيف اللي موجود في الايفون 4 او التأخير شوية يضايق، لكن اوكي وصلنا المسج اسرع من هناك ما ادري ليش. نجرب تجربة اخيرة، روح على جريدة القبس مثلا. الايفون 4 تغلب على الايفون 4 اس. اوكي فاذا انا ما استطيع اني احكم يعني 100% ان الايفون 4 اس اسرع في البراوزنج او في ينزل الصفحة، فلذلك يعني ما ادري شنو الاضافة لحد الحين. الاحظ طبعا سرعة كسرعة بشكل عام الايفون 4 والايفون 4 اس، كسرعة ايفون 4 اس في سرعة خفيفة زيادة احسها، بس ما حسيت ذاك الاحساس. اتوقف عند هالنقطة واجرب السيري معاكم في اللقطة اللي وراها.